ترند من جديد وياكم على متاجر تي في. كيفنا وكيف متاجر وكيف ترند؟ كل مرة أقولكم إنه هذا البرنامج مختلف. ليش؟ كل شيء فيه مختلف. مختلف من ناحية التقديم، من ناحية الضيوف، من ناحية طرح الأسئلة. نحب دائما نكون في شيء مميز في الموضوع. طبعا التجارب أكثر شيء هي المميزة. ليش؟ لأن إحنا بنشارك التجارب. Share your success. شاركنا نجاحاتك وتجاربك عشان نقدر نوصل ونشوف تجارب. تجارب منى سليمان واحدة من أهم الأسماء اللي موجودة الحين على السوشيال ميديا. هلا بك منى. هلا والله. سعداء بوجودك. الحمد لله وأنا أكثر. رغم أني تأخرت علينا بس ماشي الحال. يلا عادي. مشكلة. مشغولة لأنه. وايد. ما أنت فاضية لنا يعني. بسك بوات الدوامات عارفي. بالتوفيق حبيبتي. طيب أمونة تجاربي هو من اللي من خلاله انطلقتي. بالضبط. ليش تجاربي؟ ليش ما كان اسم ثاني مثلا؟ ليش ما كان اسمك؟ أنا كان توجهي في البداية اسمي منى يعني بسيط وصغير وعادي، ولكن تجاربي بمعنى أن كنت أبغى يكون آخر شيء مثل لوجو أو ترند، لأن بأسامي الشخصية ممكن أكون مثلا ستايل آيكون أو لايف ستايل إنفلونسر، وايد موجودين عندنا سواء في الإمارات وخارج الإمارات، ولكن حساب يسوي مثلا في المستقبل رعاية أو مثلا يسلط الضوء على فئات محتاجة مساعدة أو أي شيء من هالقبيل، كنت حابة حساب يكون كل طريق لهذا الشيء. حلو. فحبيت انه يكون لي لوجو مختلف نسائي اكثر، لان نحن في راس الخيمه ايضا ما عندنا كانت حسابات نسائيه فتره اللي انا طلعت فيها. بالضبط. وفي نفس الوقت ان التجارب اني انا ام شيرينج ماي اون اكسبيرينس، نفس الشيء الناس يوم تشاركني بتجاربها. أوكي. فحساب طبع بهالحساب. حلو حلو. انا لفتني تعرفي ليش؟ لانه حسيت انه تجاربي عائد علي انا، عرفتي المتكلم يعني. انا مثل عندي تجربتي يعني، الواحد احيانا لما يتكلم يقول من تجربتي، عرفتي؟ فهي من تجاربي. بطبع. الحين اي شيء انت بتسويه مثلا او تغطيه بتسويها، هذه بتعكس تجربتك انت الخاصه. بطبع. صح ولا لا؟ بالضبط. وتكون على الهواء مباشره على الهواء في الانستغرام. طيب مختاره مثلا نوعيه معينه من التجارب اللي تشاركي فيها الناس، ولا تركتها في العموم يعني؟ تركتها على الله اللي قدامي اسوي، بمعنى انه يعني تعرفين التجارب كيف تكون تجارب يوم انت اصلا ما جربتي الشيء وفجاه يجي الشيء هذا. فنفس الشيء انا يعني اي تجارب تجيني فجاه، مثلا تجارب النسائيه عامه في المكياج، سواء كانت في المنتجات سواء في الصالونات، عندك تجارب يوم تزوجت مثلا، الحياه الزوجيه كيف تجاربها، حملت ويد بنوته، حياه الامومه كيف تجربتها. فكل تجربه تتكلم عنها عن ما تقدر تحددي. ما تقدر تحددي. طب اخترتي مثلا تكوني انت بحياتك وتجاربك محور السوشيال ميديا. بالضبط. اللي من خلاله دخلتي فيه. شيء مميز. في راس الخيمه ما في ناس كثير داخلين في هذا المجال. شوفي اول شيء، اول يعتبر حسابي اول حساب نسائي على مستوى راس الخيمه، هذا كل حد يشهد فيه. بالضبط. ولكن عقب حسابي ما شاء الله وايد حسابات طلعت. انا ما اعرف طبيعه الحسابات، هل هي مثلا نفس حسابي؟ بس الاغلب مثلا عندهم بنات مثلا يعني يعتمد على بنات راس الخيمه مثلا. بالضبط. او بلوجرز العاديين اللي الحين قاموا يطلعون، ولكن لو تلفين مره ثانيه ترجعين يعتبر تجاربي اول حساب نسائي. انت ما تعتبر نفسك بلوجرز؟ انا اعتبر نفسي بلوجر. في نفس الوقت انفلونسر، لان يو ار انفلونسر. انت مؤثره؟ تعتبري نفسك مؤثره؟ يعني ها 30% مؤثرة. 70% من أي ناحية؟ طيب هو ناحية أني أنا أعرض مشاكل اجتماعية والناس ترتاح لما تكلمني مشاكلهم الاجتماعية، وفي نفس الوقت أعرضها على الناس ونبادل الآراء. مشاركة في التجارب. هي. من خلال مشكلة معينة. بقول لك شيء، تعرفين نحن وايد الحين في البلوجينج نركز على الماركات، روحوا الماركة الفلانية، مطعم اللي هو وايد هاي فاي فلاني، ولكن نحن ما نركز عن في أشياء أقل من مركب على الإنسان نفسه أو حياته أو شغلات أقل من الماركات اللي المجتمع ممكن يوصل له. فخلص تحسين كل حد يطلع يروح مع براند معين. أنا مش مع براندات. أنا إنسانة اللي أحس شيء يعجب حتى لو كان بعشر دراهم أعرضه. يعني ما عندك تخصصية في لا الموضوع. لا لا لا. طيب أنت ليش فكرتي في هذه النوعية؟ ما تتوقع إن هذا ممكن يقلل من اسمك في السوشيال ميديا؟ أنا حسيت لأن الكل بيبحث على إنه يكون ترند مع الأسماء الكبيرة ومع الماركات العالمية. أنت روحي قلتي كل يبحث، أنا ما بصير مع الكل. أنت تبغي؟ أنا بكون بروحي. أنت تبغي
خالف تعرف يعني بالضبط. الكل يوم يروح مع البراندات ليش تروحين على نفس المسار؟ خلاص يعني غيري المسار وصيري مع شيء يناسب المجتمع. احنا المجتمع معنا مو كلهم هاي فاي. المجتمع مثلا محتاج شيء اقل من الماركات. صح فانا صح. انسانه بسيطه احب البساطه فاحب الناس البسيطه تكون وياي. والناس كلها تحبك كمان يا منى. الحمد لله. الماركات اللي بتقدميها او التغطيات اللي بتقدميها للماركات انا شفت على حسابك اشياء خاصه بالمدارس أشياء خاصة بالأمهات يعني في هذه الأشياء موجودة متنوعة. تنتظري مثلا المناسبات مثلا دخول المدارس الأعياد تكثف التغطية على هذه الأشياء؟ هو على حسب. شوفي قبل يوم كنت باتشلر كان نظامي شوي غير 24 ساعة فاضية. خلاص من الحين دخلت في الحياة اللي فيها أمومة وكذا لازم العائلية بنتي وبتكون عقب أنا أقدر أطلع. ولكن تعرفين مثلا المدارس هي نعم مثلا أنا عندي يعني مصممة تصمم لي كل البوسترات. أنا عندي محامي يشوف لي كل المواضيع. والله ما يعني أخذت الموضوع بجد يعني طبعاً. صاير بيزنس رح ندخل للموضوع الحين. وعندي بعد شو اسمه الفيديوهات خاصة فيني يعني استوديو خاص فيني أوردي يسووا معاي المواضيع الفيديو ما فيديو. أشارك في مثلاً إيفنتات خيرية وايد أحب أني أنا أظهر للناس من هالناحية مش شو حتى لو ما فيها فيديو ما فيها شيء أتليست أن يكون فيها بس تواجد تواجد ومساعدة عساس أشوف أن الناس شو يعني وين عايشة كيف عايشة بصراحة. طبعا طبعا كد المشاركة الخيرية بتأثر مختلفة. خلينا نرجع عند قسم البزنس الحين لأنه إحنا أساسا يعني بنتكلم عن ريادة الأعمال كيف بطلع. الإنسان ممكن يكون وكيف ممكن يحول هذه الصفحات العادية إلى بزنس يستفيد منه. صحيح. هل حولت تجارب إلى صفحة فيها بزنس وفيها جني للأرباح؟ طبعا لازم. شوف والله أنا أحترم صراحتك صراحة شفتوا ليش لا؟ على طول قالت طبعا. شوفي أنا ما أصدق أي شخص يقول أنا داش سوشيال ميديا حتى لو كان في بداياتها أني أنا بس أفيد الناس. يعني في البداية قولي مثلا أنهم بيكونوا شوي العدد ما أقول لك لا ولكن تي فترة في النص بتشوفين أنك أنت تبذلين جهد. بكون صريحة معك الناس ما تقدر هالجهود بسهولة. فأنت لازم تطلبي ثمن جهدك. بالضبط ثمن جهدي. وأنا ما أسوي شيء مثلا أوفر أو ولا حتى يعني ما أعتقد أسعاري تتخطى 20-30 ألف على أساس أن الإنسان مثلا ما يروم يدفع وكذا لا. أسعاري واضحة جدا وأغلب الناس سواء في رأس خيمة وبرا رأس خيمة يعني معقولة وايد مستانسي بهالسعر. طيب. وبعدين يعني تغطيتي لأماكن يوم أسير لها ما تكون زيارة مرة تكون مرتين ثلاثة على حسب العقد. حسب العقد بطلع. عندك محامي ويقوم بالعقود. عندك والله ممكن أشتغل معك. أنا اللي بشتغل معك. انشغالك في البزنس انشغالك في ترتيب هذه الأمور أثر على حياتك العائلية أو الاجتماعية مثلا؟ هو حياتي تنقسم لقسمين بما أني تزوجت من سنة ونص هو ما أثر قبل بس عقب الزواج شوية مختلف. فبدال ما كنت أخذ مثلا في اليوم 7 أو 5 تغطيات أخذ في اليوم الحين مثلا 2 أو 3 ماكسيموم. وبما أني أصلا موظفة وأداوم يعني أحب أخذ شيء اللي أنا أستمتع فيه بالضبط. ما أقدر أخذ شيء مثلا شيء يعني مميز مو شيء مخصوبة عليه وسايرة بس عشان أحصل الفلوس لا. لو سالفة فيها مبلغ كبير بس أنا مش مرتاحة أرفضه بصراحة يعني لا لا بصراحه عيني في عيني والله لو مبلغ كبير راح تروحي لا والله ما رحت ويت لي مره كذا يعني فرصه وما رحت لها يعني انا ما كنت مرتاحه. شوفي سالفه اني اعرض للناس شيء انا مش مقتنعه فيه متابعيني يقولون ينبان من وجهي الشيء هذا اني انا مش مقتنعه فيه تأتأة في الكلام لغه الجسد كل هالاشياء تختلف طبعا غير ما تكون مقتنعه بشيء واحيانا حتى يعني في ناس ما تكون مقتنعه بس لانه المبلغ بيكون مغرفه بتروح ما اقدر. احنا عموما شوفي احب اقول لك شيء احنا في ترند بيهمنا ريادة الاعمال تكون ناجحة وتكون قبل كل شيء محل ثقة. صح بالضبط. لانه النجاح اذا ما كان في ثقة بين المتلقي وبين المرسل معناته ما راح يكون في نجاح بالضبط. مشترك صح هذا ولا لا؟ صحيح. فبس انا ممكن اعرض عليك مبلغ كبير بسوي مقابلة لا مقتنعة فيك. طيب خلينا نرجع لتجارب تجارب الاسم بحد ذاته بشد. هل انت اللي اخترتيه ولا في احد يعني ساعدك في الموضوع؟ والله هو في البداية يعني انا ما اذكر كيف كانت بدايتي بالضبط لان كان قبل 4 سنوات فقدت الذاكرة من الحين بعد الولادة هي. بس هو تعرفين اللي اتذكره ان انا
كنت مع حساب قبل تحت حساب معين وعقب انفصلت عن هذا الحساب وخذت الاسم نفسه يعني ما 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 اعتقد اني حاولت اني اغيره لان انا قلت لك اني ما ابغى شيء باسمي لانه يمكن باكر يمكن سبحان الله اوصل لمستوى اعطيه الحساب حق حد ثاني يمشي فانا يعني انت ماخذه الموضوع بزنس يعني سيريس وباحترافيه كبيره